بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من الآية المئة من سورة النساء إلى الآية رقم 101 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والدأت قال
من
فإذا سجدوا فليكونوا من وراء من وراء
أرائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يكفي، بارك الله فيك، تفضلي بعد. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون الإسلام ما ترك شيئا في القتال بينهم. هذا يرد على الناس اللي تقول يا ولدي خليه لنا الدين والواحد في الجوامع، خليه وافصلوا عنا. انت تهاو كيبين لك في حالة القتال كيفاش تعمل، في حالة القتال هو بين لك كيفاش تعمل. يا ولدي ما ترك شيء الإسلام، بين لك كل شيء. يا ولدي الناس ما عندهاش عقول، تهاو بين لك. انت في حالة حرب وبين لك كيفاش تعمل الإسلام، كيفاش تعمل، كيفاش تصلي، كيفاش. سبحان الله، الإسلام هذا دين عظيم. يا يجي واحد يقول لك لا دخل لنا الواحد خالد يكون شايف الجامع في المحراب ويحبوه في الميضه زين، ها خلي في الميضه كل شايف الميضه. اي نعم، واصلين. فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك. أي ربع وين قول وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح. لا عاوز ما فصلت دول يعني دول خلينا نشوف إجناء. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا. أقرأ طبيعي كما كنت تقرأ. نعم، هذا ليس حجة. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيك، الله يفتح عليك. أي بعد وين؟ وإذا كنت فيهم فيهم كما يقول أنعمت عليهم فيهم. ها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يكفي، بارك الله فيك. اللي بعده سيدي دور وقرين. نعم.
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عكس لله وبين الكسرة إن الله أعد إن الله أعد للكافرين إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه السلعة عشر للكي هذه قراءة غير قراءة نافع قراءة أخرى نعم اللي بعد وين وإذا ضرب أبقى عشر أقول لكم قراءة أخرى مش حال أخرى مش كي تسمع الإيمان يا اسمع وصل كل إجازة الإيمان أما أنك تعمل فرضا مرة وأنت جاهل بالحكم ما تعرفش ما هو تعلم ساعة بل الناس الإيمان قلوا علاش قريت هكا مش أنا بين لك فهمت سيدي فلذا جينا الإمام يقول راني أنا مثلا سمعت تقول لي ثاني الكي أو إني يقول لك أنا رأي قراءة أخرى وهذا شيء لك قراءة أخرى مش أنت تسمعها وأنا قاعد نبين فيها ومش أنت نبينها.